السلام عليكم. اليوم في مطبخ ام وايد ان شاء الله، دائما مع الحلويات الجافه. اليوم عندي لكم حلوه جافه محشيه بالنسلي كراميل. هذه الحلوه تجي بزاف بنينه. العجينه تاعها سهله. واش راح نحتاج؟ 250 غرام تاع لاماغارين طريه، نحتاجو كاس تاع السكر كلاصي، هذا الكاس اللي فات 240 مللتر، نص كاس تاع الزيت، مغرف صغير تاع خميره الحلوه، بيضه كامله وصفار وفانيلا، يا ليكيد ولا بودره كيما حبيتي، والفرينه باش نلمو العجينه. والحشو واش درت؟ درت نسلي كراميل عادي، زدت له شويه تاع الفول السوداني محمص، حوالي زوج مغارف كبار محمص ومطحون، زدتهم النسلي كراميل هذا باش نحشي به الحلوه تاعنا. نبداو مباشره طريقه تحضير العجينه. اذا ها هي الزبده تاعنا، ندير لها السكر كلاصي، نص كاس تاع الزيت، دائما عودتكم على طريقتي السهله البسيطه وتتحصلوا على حلويات ما شاء الله. يعني ندير حوالي مغرف صغيره تاع فاني، ولا ديري مغرف صغيره تاع فانيلا، يعني ليك بودره عادي. اذا ندير بيضه كامله وندير صفار فقط. اذا بيضه وصفار، نبدا نخلط المقادير مع بعض. ينسجموا كاع المقادير بعد ما خلطتهم مليح. هذوك المقادير هنا الاخوات اللي يحبوا يستعملوا الباتور يقدروا، ما فيها حرج. ندير نبدا نزيد في الفرينه وندير مغرف صغيره تاع خميره الحلوه، يعني نص كيس تاع خميره الحلوه فقط، ما نكتروش بزاف. ونبدا نلم في العجينه تاعي، دائما نلم العجينه غير بصبعتينا. نضيف حتى نتحصلوا على عجينه طريه وما تلصقش في هذاك الوقت، نحبسوا الفرينه. اذا نلم العجينه تاعي، نبدا نشكل الحلوه تاعي. انا نستعمل هذا المول تاع المعمول، حنستعمل هذا يعني راح يساعدني. واش راح ندير؟ نحكم شويه تاع العجينه ما نكتروش، نرجعوها رطبه في يدي يعني، ونعمل لها الثقب بهذه الطريقه. نحط شويه تاع الحشو النسلي في الوسط، من بعد نغلق عليه مليح العجينه باش ما يعاودش يخرج لنا بهذه الطريقه. من بعد واش ندير؟ ما نعجنهاش بيدي لانه الحشو راح يخرج لنا، نسقموه مليح غير بالعقل. نحكم كيس بلاستيكي نديرو لهنايا في المول تاعنا، ندخل الحبه ونسقمها. هذا الكيس هذا راح يساعدنا بزاف في الخدمه. اذا ها هي الحبه تاعي واجده امامكم. اذا راح ندير معكم حبه اخرى باش نشوفوا مليح الطريقه. اذا نحكم شويه تاع العجين غير بالعقل، هذه الحلوه خدموها لانه العجينه بزاف هشيشه. نحط شويه تاع الحشو في الوسط، ما نكتروش بزاف باش ما يخرجناش، ديروا كميه قليله فقط. من بعد نغلق على الحلوه تاعي، نغلق عليها فقط، نحط الكيس بلاستيكي لانه الا استخدمتيها في يدك راح تتحل العجل الحبه تاع الحلوه ومش راح تنجحي فيها. نغلقوها فقط، من بعد لهنا كي ديريها على الكيس هي راح تسقم وراح تولي رطبه. اذا ها هي الحلوه تاعنا. اذا نديرها كامل في المول تاعي. هنا بعد ما كملت الحلوه تاعي واش ندير؟ هذاك البياض البيض هذاك اللي قليته نحكم لي سوريس كونفي، نص حبه يعني كل حبه نقسمها على اثنين تحصل على هذه الدائره. نديرها في البياض البيض باش تلصق لنا، ونديرها على الحبه تاع الحلوه من الفوق بهذه الطريقه يعني، ونثبتها باش ما تتنحناش، باش نعطيها الشكل يعني، باش نكاسو لا كولور هذاك البلون هذاك. نديرو لا سيريس في الوسط بهذه الطريقه، وندخلهم يطيبوا في الفرن ولا 180 درجه، ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هي الحلوه تاعي واجده بعد ما طابت، ها هي امامكم. والذوق تاع النسلي يعني كاين حبات اللي خرج منهم شويه نسلي، ريحته ما شاء الله روعه، خاصه اللي يحبوا الذوق تاع تاع الكراميل راح تعجبهم بزاف هاد الحلوه. راح نقسم لكم حبه باش تشوفوا هاد الحلوه كيفاش دايره، لانها تجي بزاف خفيفه وتجي بزاف هشيشه.
اذا ها هي حبه امامكم كما رانا نشوفو، نقسمها امامكم. شوفوا داك الحشو هذاك تاع الكراميل والنسلي مع المكسرات، روعه. حتى البنه تاعو ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوا هذه الحلوه وتنال اعجابكم. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.